وكالة الأناضول أوردت تصريحات لمصدر سياسي يمني قال فيها أن الأمم المتحدة تعمل على طرح خطة جديدة للسلام قريبا في البلاد التي تشهد حربا منذ نحو 9 سنوات. المصدر قال إن الأمم المتحدة بدأت الآن جهوداً منفصلة عن الجهود الإقليمية لمحاولة التوصل لاتفاق إيقاف إطلاق النار في اليمن وإجراء مشاورات لبناء الثقة في الجوانب الاقتصادية والعسكرية قبل الانتقال إلى مفاوضات شاملة بمشاركة السلطة. المصدر أفاد أنه مع توقف الاتصالات السعودية مع الحوثيين فإن الفرصة متاحة للأمم المتحدة لقيادة الجهود وإبقاء زخم السلام واستمرار التهدئة القائمة. يشير المصدر وفقا للأناضول إلى أنه لا يمكن القول إن الجهود الخارجية فشلت أو تعثرت ما دامت مستمرة، وما لم يقل أي طرف إن جهوده فشلت، فلا ينبغي قطع الأمل أمام أي مساع حسنة على هذا الصعيد.